شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا رب، شكرا يا رب. جد بالقريض وأعذب الألحان، رحب بشهر البر والإحسان، وعزف على وتر الفؤاد قصيدة ترقى بها في سدرة الرحمن، واسرح مع الغفار في ملكوته في جنة الفردوس والرضوان. أكرم بشهر الخير حان قدومه، شهر الهدى وتنزل القرآن، شهر الفضيلة والعبادة والعلا، رمضان شهر الصوم والغفران، شهر القداسة والطهارة والتقى، ومكارم الأخلاق والإيمان. فالله فضل ليلة في شهره في قدرها في محكم الفرقان، عن ألف شهر طاعة وعبادة فاظفر بها في طاعة الديان، جبريل فيها والملائك رحمة للطائعين وصائمي رمضان. فالصوم تزكية النفوس وطهرها، وحصانة الأجسام والأبدان، وهو السبيل إلى الهداية والتقى، وهو الطريق لجنة الرضوان. الصوم لي وأنا الذي أجزي به، هذه مقالة خالق الأكوان لنبيه وعباده، كي ينعموا بالبر والتقوى وبالإيمان. فاسلك سبيل المؤمنين بصومه، وانعم بفضل الله. الشعب قالها جازما، اليوم نأخذ ما اغتصب، عمر الفساد قد انقضى وانتهى وقت اللعب، الضرع جف حليبه والقوت منا قد نهب، سنستعيد كرامة تحت سيل من غضب، شعب الجزائر سيد كيف يحكمه الخشب. الشرخ بيننا واضح واليوم قد عظم العطب، الأصل بيننا ناصع نحن السلالة والنسب، نحن الجواهر معدنا، نحن المعالي والرتب، نحن من أهدى النفيس وقت المصائب والكرب، الهدي كان دماءنا فاستحى منها الذهب.